نحييكم على المواكبة ديالكم لهذه الجولات الجهوية وهذه اللقاءات التنسيقية اللي كنقوموا بها. واليوم كنعبروا على السعادة ديالنا والامتنان على تواجدنا في جهة الساقية الحمراء، العيون الساقية الحمراء، مدينة سمارة. اخترنا هذا التواجد مدينة سمارة باش نغتنموا الفرصة ونعطيوا الانطلاقة لكلية متعددة التخصصات. هذا الإحداث في حد ذاته هو واحد الإرادة الراسخة باش نعطي واحد البعد جامعي لسمارة وأيضا للأقاليم إن شاء الله الأخرى ديال الجهة. الحمد لله سوف يتم تعزيز هذا العرض الجامعي في مدينة العيون، وغادي نحدثوا أيضا مؤسسات في مدينة في إقليم طرفاية وفي إقليم بوجدور، وبعد ذلك غادي يكون إن شاء الله جميع الأقاليم ديال الجهة عندهم مؤسسات جامعية. لهذا احنا كنهيئوا وكنحضروا واحد الوضعية مستقرة ومتكاملة باش ان شاء الله نمنحوا لهذا الجهة والمناطق الجنوبية جامعة ديالها باش يكون عندها واحد ايضا واحد المكانة على المستوى ديال المشهد الجامعي الوطني. اليوم اكيد هذه المؤسسة تنتمي الى جامعة ابن زهر اللي كتقوم بواحد الدور مهم، لا توفير الموارد البشرية الكفأة، لا تعزيز العرض الجامعي بتكوينات، وإن شاء الله الدخول المقبل في هذه المؤسسة هذه ما غاديش نقتصر فقط على الإجازات اللي كانت، ولكن غادي نديروا واحد العدد ديال الباشلور ديال البكالوريوس في شتى المجالات وأيضا الماستر، ولما لا من بعد مركز ديال الدكتوراه إن شاء الله. دونك سوف نكون عما قريب مع موعد ديال جامعة ديال الأقاليم الجنوبية إن شاء الله. قلت أن هذا اللقاء هذا لقاء تنسيقي، لقاء جهوي، الهدف ديالو هو أولا تقديم هذا الأحكام ديال القانون، مقتضيات القانون. القانون خديناه وترجمناه لواحد العدد ديال المشاريع، 19 مشروع من التعليم الأولي إلى التعليم المدرسي، التكوين المهني والتعليم العالي بشتى المجالات، إنصاف تكافؤ الفرص، الولوج للمنظومة، الارتقاء بالتربية الدامجة، بالتعليم الاستدراكي، بالتعليم الخصوصي أيضا وأهميته كشريك أساسي للنهوض بهذه المنظومة، وأيضا مجال آخر إضافي الذي يهم جانب الجودة، جودة منظومة التربية والتكوين، ولا سيما عبر الورش البيداغوجي، عبر تكوين الأساتذة وأهمية الأساتذة ومكانة الأساتذة في المنظومة، وأيضا إدماج تكنولوجيا المعلومات الحديثة، ولا سيما في هذه الجائحة اللي ظهرتنا أهمية هذه التقنيات في التعلمات في التحصيل الدراسي، وأيضا جانب أساسي هو الحكامة، ولا سيما عبر واحد إرساء إطار تعاقدي بين الوزارة والأكاديمية، بين الأكاديمية والمديرية الإقليمية، وبين مديرية الإقليمية والمؤسسات التعليمية. اليوم نطور مشروع المؤسسة، بغينا هذا الإصلاح يدخل المؤسسة عبر هذا المشروع المؤسسة، وهنا أهمية الالتفاف حول المدرسة للأطر الأكاديمية والإدارية، ولكن أيضا للأسر. وهذا القانون إطار كيمنح واحد المكانة أهمية وأساسية ديال جمعية أولياء أمهات وأباء التلاميذ. سيد الوزير، كلية متعددة التخصصات في سمارة كتعرف تدريس ماستر ديال الفقه المالكي، واش نقدروا ان شاء الله نشوفوا ماسترات اخرى في المستقبل؟ نعم، انا قلت بان اهميه التدشين ديال الامس ديال هذه الكليه اللي اليوم درنا فيها واحد الشطر الاول، علما ان عندنا واحد 7 ديال الهكتارات، وسوف يتم توسيع المؤسسه تدريجيا حسب الاقبال، حسب الجاذبيه، وحسب العرض الجامعي. اليوم بدينا ماستر واحد، وان شاء الله كاين واحد الفريق بيداغوجي مهم 26 استاذ اللي تبارك الله تخصصات متعدده، واهميه كليه متعدده التخصصات هو منح المؤسسه تخصصات متنوعة في شتى المجالات، الجانب الاقتصادي، القانوني، اللغات، وبدينا بداك الإجازة ديال اللغة الأجنبية التطبيقية، وإن شاء الله سوف يتم التعزيز سنة بعد سنة. نعم سيد الوزير، احنا كمتتبعين الشأن المحلي كنعرفوا بأن الأساتذة والدكاترة اللي كيدرسوا في الجامعة كيلقاو إكراهات في السكن. نعم.
نعم. مش هناك التفكير في خلق نواه سكنيه خاصه؟ نعم سيد، هذا الشيء في برنامج تطوير هذه المؤسسه، والامس مع السيد رئيس المجلس الاقليمي والسيد العامل صاحب جلاله على اقليم سماره طرقنا لهذه النقطه، وسوف ان شاء الله نحدث واحد البنيه سكنيه اللي غادي تمكننا من ايواء تقريبا واحد 300 طالب خارج من مدينة سمارة اللي كيجيو سمارة، وأيضا بعض السكنيات الأساتذة اللي كيجيو كيديروا الدكتورة ديالهم هنايا، إما اللي حامل الماستر وغادي يهيئوا الدكتورة، أو لا الأساتذة قبل ما يسكنوا في سمارة يمكننا نديروا لهم واحد البنية إيوائية اللي باش يشتغلوا في ظروف آمنة ومحفزة. ينخرط هذا اليوم في إطار تنزيل القانون الإطار في جهة العيون السقية الحمراء، وفيما يخص التعليم العالي قطاع التعليم العالي والجامعة بالضبط، فهناك ثلاث مؤسسات، مؤسستان تعملان والثالثة ستبدأ إن شاء الله في 2022. كنا سعداء أمس بمدينة سمارة بتدشين المقر الجديد للكلية متعددة التخصصات، والتي بالإضافة إلى هويتها وإلى العمق الروحي والثقافي لمدينة سمارة ستحتفظ وتعزز مسالكها في الدراسات الشرعية، وتضيف إليها مسالك أخرى تستجيب لرغبات شباب المدينة والجهة، وتستجيب كذلك إلى حاجية الشغل. فلقد بدأت الكلية في إرساء مسلك حول اللغات الأجنبية المطبقة والترجمة الوظيفية، وهذا تخصص يحتاجه البلد اليوم، فخريجه لا شك أنهم ستكون لهم سهولة في وجود شغل. كما أن الكلية بدأت مسلكا على مستوى الماستر، وهو في الفقه المالكي الذي ما أحوجنا إلى تعميق الدراسة فيه، وهو فقه المقاربة المعتدلة لديننا الحنيف، وهو المذهب الذي يتبعه المغرب وعدد من الدول الصديقة. فهذا الماستر كذلك عليه طلب إن شاء الله على الخريجين، وسيستجيب لحاجيات البلد. كما أن في الجهة المدرسة العليا للتكنولوجيا في مدينة العيون، وهي كذلك تقوم بتكوينات في ميادين تستجيب لرغبات الشباب ولحاجيات الجهة، كتخصصات في التدبير، في التكنولوجيا، في الطاقات المتجددة، في التسويق، في التواصل، وهذه كلها ميادين تستجيب لحاجيات المجتمع، وإن شاء الله كذلك خريجوها سيجدون سلاسة، وهم الآن يجدون سلاسة في الاندماج في سوق الشغل. كما أنه إن شاء الله في بداية 2022 ستفتح أبوابها كلية الطب والصيدلة، التي ستكون طبعا مرفوقة بمركز استشفائي جامعي تسهر عليه وزارة الصحة، وإن شاء الله ستتعزز هذه الجهة بكلية الطب التي نود أن تكون كلية طب في كل جهة من جهات المملكة. فبهذا العرض الجامعي المتنوع نهدف إلى ضمان جودة عالية تستجيب لمقاييس وطنية ودولية إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.